المحاضرة دي عن التريتمنت. احنا كنا اتكلمنا من شويتين عن الالزهايمر نفسه، وعشان اللي فيكم فاكر عنده الزهايمر كام سلايد عشان نفتكر ان في جمعية الزهايمر مصر، نفتكر ان في سب تايبس اوف ديمنشا. مهم جدا ان احنا لما نشوف بيشنت عنده ديمنشا، الغالبية منهم بيكون عندهم الزهايمر فعلا، 60% of patients are suffering from الزهايمر. بس من الساش ان الفاسكولار ديمنشا بياخد حجم كبير من البيشنتس، اللوي بودي ديمنشا والفرونتو تيمبرال ديمنشا. ايه الحاجات الكاركترستيك اللي بتساعدنا ان احنا نقدر نفرق ما بينهم؟ اول حاجة واهم حاجة في الزهايمرز ديزيز هو الشورت تيرم امبيرمنت في الايرلي ستيجز، والديفيسيت اللي بيبقى موجود عند البيشنت في الاكزيكتيف فانكشن، والبروجريسيف ديكلاين اللي يكون موجود. انما الفاسكولار ديمنشا بيبقى اكتر ليها السادن اونست، عشان ليها دعوه بالافكشن اللي بيحصل، سواء من الهايبرتنشن، من الدايبيتس، الهايبوتنشن، هايبرتنشن، ايا كان الموضوع. اللوي بودي ديمنشا اهم حاجه فيها بيكون الفيجوال هالوسينيشنز اللي فيري بروميننت، والفلكتويشن كوجنيشن اللي بيكون موجود. الفرونتو تيمبرال ديمنشا عشان الفرونتال لوب انفولفد، اهم حاجه البيرسوناليتي تشينجز والديس انهبيشن اللي ممكن يكون موجود عند البيشنت. فلما بنشوف البيشنت عامه اللي عنده افكشن في الكوجنيتيف فانكشن، بنشوف الاذر سيمتومز اللي حواليها عشان نقدر نحدد هل ده الزهايمر، فاسكولار، لوي بودي ديمنشا او فرونتو تيمبرال. طبعا في منهم كمان الجيكوب كروفيلز ديمنشا اللي هي مات كاو ديزيز او جنون البقر، بس ده بيبقى ريليتد اكتر للبراين، ان حد اكل اللحمه اللي فيها الانفكشن او ايا كان الموجود. احنا بصينا على الحاجات دي قبل كده بس عشان نبقى نفتكرها، المناظر اللي بتبقى موجوده والانفستيجيشنز اللي بتتعمل عشان نقدر نلقطه بدري، والاسسمنت تولز المتوفره. واتفقنا ان بيبتدي الديبوزيشن اوف مايلويد عند سن 40 ويحصل جراديوال بروجريشن. طيب احنا اتفقنا ان اهم حاجتين موجوده هنا، الاستايل كولين وجلوتاميت. الفكره هي الادويه دي بتستخدم ليه؟ هل الادويه دي استخدامها علاج للالزهايمر؟ الاجابه ديفينتلي نو. لان احنا اتفقنا اول حاجه بتحصل ديبوزيشن اوف بيتا امايلويد، فنعتبر الديبوزيشن اوف بيتا امايلويد عند الحيطه اللي ورانا دي. بيحصل الكاسكيد كله لغايه ما يوصل هنا. هنا عباره عن ايه؟ ان الديبوزيشن اوف بيتا امايلويد يحصل عند النيوكليس بيزاليز اوف مينيرت، اللي هي اساس الاسيتايل كولين اللي موجود في البرين. ساعتها بيبتدي يقل الاسيتايل كولين كمان. فالعلاجات اللي موجوده دلوقتي بتشتغل على الاسيتايل كولين، بس البروبلم ستارتد من هناك. فهما بيدوا علاج او بيحاولوا يدوا علاج للان ستيج مش للبرايمري. فالادويه المتوفره في الوقت الحالي، عشان كده لازم نقول للمريض واهل المريض، الادويه دي وظيفتها انها تبطئ من تدهور المرض وليست علاج للمرض. فلما يجي المريض النهارده اشوفه واكتب له العلاج ويجي لي كمان اربع شهور واسال له اخباره ويقول لي زي ما هو، I am successful. اوكي؟ لانه عمره ما هيقول لي اتحسن. ولو قال لي اتحسن يبقى احنا غلطنا في الدايجنوسيس. كان ممكن عنده سودو ديمنشا، عنده ديبريشن، عنده اي حاجه مؤثره على الكوجنيتيف فانكشن، بس ما كانش عنده ديمنشا، عشان الديمنشا از ا بروجريسيف ديتيريوريشن اوف كوجنيتيف فانكشن. الحاجتين الاساسيتين عندنا الكولين ستريز انهيبيتورز، عندنا اول حاجه طلعت في التسعينات كان دواء اسمه التكرين هيدروكلورايد، بس ده اتمنع من السوق لان كان بيعمل هيباتوتوكسيك ايفكت. بعد كده عندنا الثلاث حاجات الاساسيه وكلهم موجودين في مصر، الدوني بيزيل، ريفاستجمين، وجالانتامين. دول الثلاثه الكولين ستريز انهيبيتورز. بعد كده عندنا النمدا ريسبتور انتاجونست اللي هو الميمانتين. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين الفكره من العلاجات، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نبطئ من التدهور. الفروقات ما بينهم ايه؟ الثلاثه اللي هم اسيتايل كولين انهبيترز، الدونيبيزيل بيشتغل انه بيعمل انهبيشن للاسيتايل كولين، فبالتالي الاسيتايل كولين ستريس، فبالتالي الاسيتايل كولين ما بيتكسرش فيفضل موجود، فيحاول يحافظ على قدر الامكان. ده المود اوف اكشن بتاع الدونيبيزيل. الريفاستجمين يفرق عنه عن حاجه؟ يفرق فرق بسيط، انه برضه بيعمل انهيبيشن للاسيتايل كولين استريس، بس كمان البيوترايل كولين استريس اللي هو موجود في الجلايال سيلز، انما الاسيتايل كولين استريس موجود في النيورون. فاكنك بالظبط بتحاول تعصر الاسيتايل كولين من كل حاجه موجوده، سواء من النيورون او من الجلايال سيلز اللي بتبقى موجوده. فهنا الفرق ما بينهم ان هما الاثنين في الاساس اسيتايل كولين استريس انهيبيتورز، الريفاستجمين بيضاف عليه ان هو بيوترايل كولين استريس انهيبيتور.
الجالانتامين الفرق بيعمل ايه؟ ان هو برضو اسيتالكولين استريز انهيبيتور، بس بيشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز، الحاجه اللي بيسموها بوزيتيف الوستيريك اكشن. البوزيتيف الوستيريك اكشن معناه انه بيعمل ستيميليشن للنيكوتينيك ريسبتور، فكانه بيكربج النيورون انها تطلع كمان اسيتالكولين اكتر ما ممكن يطلع. وعلى هذا الاساس فكلهم بيشتغلوا على الاسيتالكولين استريز. You should never combine two acetylcholine esterase inhibitors together. فحش أدي دونابيزيل وريفاستيجمين مع بعض، ريفاستيجمين وجلانتامين مع بعض، حتى لو ليهم اكسترا مود اوف اكشن مختلف. لأن غالبية الاسيتالكولين استريز اللي موجود في جسمنا موجود في الجي اي تي. فهو بيعمل جي اي تي سايد افكتس، بيعمل نوزيا، بيعمل فوميتنج، ممكن يعمل شوية دايريا. عشان كده بنبتدي بالدوس الصغيرة، عندنا بيزيل بنبتدي بالخمسة ملي ونعلى ممكن نوصل لعشرة ملي. الريفاستيجمين بيبتدي بواحد ونص مرتين في اليوم ونعلى لغايه ما نوصل 6 مللي، والجالانتامين برضو بنبتدي جراديوال انكريس في الدوس. فيو شود نوت كومباين تو اسيتالكولين استريز انهيبيتورز توجذر. المختلف عنهم هو الميمانتين اللي هو نون كومبيتيتيف لو افينيتي ان ام دي اي ريسبتور انتاجونست، وده بيشتغل عن طريق المغنيسيوم شانلز، وده المود اوف اكشن بتاعه مختلف شويه، اللي هو النمدا ريسبتور عشان نحاول نحافظ على ال cognitive functions. التريتمنت ارجوذيم للالزهايمر ديزيز بيس على السيفيريتي اوف سيمبتومز. فاحنا عندنا المايل تو مودريت وعندنا المودريت السيفير. المايل تو مودريت الانيشال ثيرابي ان احنا ندي واحد من الاسيتالكولين انهبيترز. افرض اديت الدونابيزيل ولقيت ان الدنيا البيشنت بيتدهور، اعمل ايه؟ ممكن اغير من الدونابيزيل ادي ريفاستيجمين، بس مش هديهم سوا. عاملين زي الاسسر ايز، ممكن تدي حد مثلا فلوكسيتين يجي له انكزايتي ويتعب قوي، تدي له سيرترالين يرتاح، بس الاثنين اسسر ايز لان كلهم عندهم سكندري بايندينج بروبرتيز. هنا برضو التغير اللي موجود ده بيفرق من شخص لشخص. في حد يتقبل الدواء ده، في حد بيجي له سايد افكت منه، زي اي حد فيكم ياخد اوجمنتين ولا تاريفيد ولا اي حاجه من حاجات الانتي بايوتكس، حد ياخدها ويرتاح والتاني يجي له سيفير سايد افكتس. فكون ان البيشنت مرتاحش على 1 اسيتالكولين انهبيتور مش معناه انا لغيت المجموعه دي. نو اي كان شيفت تو انذر 1. الريفاستيجمين عندنا منه اورال، حتى عندنا منه باتشز، فممكن يبقى فيه بعض الحلول اللي ممكن تبقى موجوده. فالمايل تو مودريت احنا بنكتفي ب 1 اوف ذا ميديكيشنز اللي هو الاسيتالكولين انهبيتور. لما بنخش في المرحله اللي بعديها اللي هي مودريت تو سيفير بنستمر على الاسيتالكولين انهبيتور، وساعتها وي كان كومباين الميمانتين اللي هو بيشتغل على النمدا ريسبتور معاه. فالكومبينيشن هنا بيكون ما بين الميمانتين واسيتالكولين انهيبيتور، بات نيفر تو اسيتالكولين استريز انهيبيتورز. طب هل الكلام ده وجهه نظر الجورنال بتاعه الالزهايمر ديزيز فقط؟ لا، الاف دي اي ريكومنديشن بيجي يقول دوسينج مودريت اند سيفير الزهايمر ان احنا ممكن ندي الاثنين مع بعضيهم، وقال لك ان ممكن الميمانتين نوصل ل 28 ملي جرامز والدونابيزيل ممكن نوصل ل 10 ملي جرامز بير داي. عندنا نايس جايد لاينز، هما طبعا عشان الانجليز في الكلام بتاعهم حريصين جدا، فبيقول فور بيبل وذ ان استابليش دايجنوستيك اوف الزهايمر ديزيز هو ار اوريدي تيكينج ان اسيتالكولين انهيبيتور، كونسيدر ميمانتين ان اديشن تو ان اسيتالكولين انهيبيتورز اف ذي هاف مودريت ديزيز، اوفر ميمانتين ان اديشن تو ان اسيتالكولين انهيبيتورز. يعني الفرق بينهم ايه؟ يعني في المودريت ممكن انك انت تفكر انك انت تضيف، انما لما الامور تبقى اسوأ شويه يبقى لازم تقول للمريض خد الدواء الثاني. فخلاص الموضوع برضو الاديشن موجود. نيجي بعد كده الامريكان اكاديمي اوف فاميلي فيزيشنز برضو بيقول the addition of memantine should be considered for treatment of cognitive functional symptoms in patients with moderate to severe Alzheimer disease. فاحنا عندنا دلوقتي الادويه بتاعتنا الاسيتالكولين استريز انهيبيتورز، لو هندي دونابيزيل بندي 5 مللي، بعد كده نرفعها تبقى 10 مللي. الميمانتين بنبتدي بالعشرة ملي، نص الصبح نص بالليل، بعد كده نرفعها واحدة الصبح واحدة بالليل. وفي مدرسة تانية بتقول ان احنا ندي نص بالليل ونفضل نزود نص لغاية ما نوصل القرصين كلهم يكونوا بالليل. فدي مدرستين، بس هي الفكرة كلها ان الدوس من الدونابيزيل بيكون تقريبا 10 ملي، والدوس بتاع الميمانتين ممكن يبقى من 20 ل 30 ملي جرام. بالنسبة للريفاستيجمين من 1.5 ملي ونعلى twice per day، ونعلى 6 ملي twice per day. كل الريسيرش بيتكلم على كومبينيشن دراج ثيرابي في المانجمنت اوف الزهايمر ديزيز دايما في المودريت والسيفير. يعني دي مش واضحه قوي، بس خلاصه الموضوع اللي متعلم بالاخضر بيقول لنا ان الاسيتالكولين استريز مع الميمانتين
في كل المالتي ناشونال راندومايز مالتي ناشونال راندومايز دبل بلايند بلاسيبو كنترول ستاديز بيطلع ان الكومبينيشن افضل. ومن الكومبينيشن الظريفه هو ان احنا نحط الدونابيزيل مع الميمانتين. ده من اكتر الحاجات اللي اتعمل لها ستادينج. احد الحاجات اللي اوفرد النهارده اللي هو الميكس مازيل اللي هو عباره عن كومبينيشن اوف بوث ميمانتين هيدروكلورايد اند الدونابيزيل هيدروكلورايد، فاكنك جبت واحد من الاستالكولين انهبيتورز واحد من النمدا ريسبتور انهبيتورز على اساس يشتغلوا مع بعضهم. المود اوف اكشن لما الاثنين بيكونوا مع بعض كل واحده بتشتغل في حته، ده بيشتغل على النمدا ريسبتور زي ما اتفقنا انتاجونست، وده بيشتغل ان هو بيخلي الاستالكولين استريز يبقى انهبيتد، فبالتالي نسبه الاستالكولين بتزيد عشان ما بتتكسرش. لما عملوا الريسيرش سنه 2020 الميمانتين بلس دونابيزيل شولد سوبيريور اوتكم فور كوجنيشن Global Assessment, Daily Activities and Neuropsychiatric Symptomatology. كان في حد من الزملاء المحاضرة اللي فاتت كان بيسأل هل ابتدي أنتي سايكوتيك على طول، واتفقنا نستنى شوية لأن ممكن لما ندي الأسيتالكولين ستريس انهيبيتور أو الميمانتين أو الاثنين مع بعضيهم لما نقلل الكوجنيتيف ديسفانكشن زي ما الدكتور عفاف كان بتقول في المحاضرة بتاعتها ممكن نغير الحاجة شوية، فممكن السايكوتيك سيمتومز بيهيفير سيمتومز يقلوا مع الاسيتالكولين ستريس انهبيتر. انما لو السايكوتيك سيمبتومز ار فلوريد فيجوال هالوسينيشنز ديلوجنز واضحين جدا ساعتها لا مفر من استخدام الانتي سايكوتيك نفسه. الريسيرش تاني ان الميمانتين ان بيشنتس وذ الزهايمر ديزيز ريسيفينج دونابيزيل نيو اناليسيس اوف افيكسي اند سيفتي فور كومبينيشن. هنا لو جينا بصينا هنبص نلاقي ان لما الميمانتين ادد تو دونابيزيل ورا 8.7% ماركت كلينيكال ورسنينج كومبيرد ل 20% بيشنتس ريسيفينج بلاسيبو ادد تو دونابيزيل. فمعنى كده ان احنا اتفقنا المريض بيسوء بس نسبه الاساءه اقل لما يبقى في كومبينيشن اوف دونابيزيل بلس ميمانتين كومبيرد لدونابيزيل بلس بلاسيبو. فمعنى كده ان الكوجنيشن والجلوبال ستاتس بتاع البيشنت بيبقى افضل شويه. الكوميوليتيف ادد بنفيتس اوف ميمانتين دونابيزيل كومبينيشن اوفر المونوثيرابيز اللي موجوده. هنا برضو الشغل بيوري ان الميمانتين والدونابيزيل جروب سيجنيفيكلي اوت بيرفورم ذا بلاسيبو جروب فور ذا مونوثيرابي. والتايتل هو 50% بيتر كلينيكال بنفيتس وان ادينج ميمانتين. 50% مش معناه ان العين اتحسن، ان البيشنت جيتنج ورس 50% اقل. فمعنى كده احنا بنبطئ اكتر من التدهور اللي بيحصل مع المرض نفسه. الميمانتين دونابيزيل شود 98% توليرابيلتي، ودي احد الحاجات الظريفه لان احنا اتفقنا في بعض الاحيان في ناس بتدي SSRI ودي حاجه انديكيتد ساعات في الاولد ايج مع واحد من الاستينكولين انهبيتورز. نخلي بالنا ان احنا كده بنزود على البيشنتس من غير ما نحس ونتعبهم الجي اي تي سايد افكت. احنا اتفقنا الاسيتالكولين ستريس انهبيتور بيعمل جي اي تي سيمبتومز، لما انا اضيف SSRI هيعمل جي اي تي سيمبتومز. فهنا اي هاف تو بي فيري كيرفول هنا لو بياخد الاثنين مع بعضيهم تو سلولي ترايتريت الدوز ويبقى دايما الدواء بعد الاكل عشان ما يحصلش النوزيا والفوميتنج. غير لما بيشنت اولد ايج بياخد الاسيتالكولين لوحده او بياخد الاسيتالكولين ستريس انهبيتور لوحده. الميمانتين المود اوف اكشن بتاعه مختلف فمالوش نفس السايد افكت على الجي اي تي زيهم، فالاثنين مع بعضهم التوليرابيلتي بتبقى اعلى بالنسبه للبيشنتس. فايه الفكره بقى من الكومبينيشن؟ اول حاجه ذا كومبينيشن اوف دونابيزيل وميمانتين ليد تو جريتر امبروفمنت ذان ديد دونابيزيل الون ان بيشنتس وذ مودريت تو سيفير الزهايمر ديزيز. وخلوا بالكم ان الكومبينيشن في المودريت والسيفير نيفر ان ذا مايلد، المايلد فقط هو الاسيتالكولين ستريس انهبيتور. The combination of donepezil and memantine led to 11.7% reduction in clinical worsening in moderate to severe groups and 9.1% in moderate versus placebo donepezil group. Adding memantine to stable donepezil زود 50% من clinical benefits. الكوست effectiveness طبعا احنا كده غير الكوست effectiveness ان احنا بندفع 8 دوايين ده دواء واحد. بدل ما كان الريسبت قرص واحد والميمانتين قرصين فاحنا كده جمعنا كل واحد في قرص واحد، خاصة البيشن بتاعنا غالبا بياخد دواء للضغط والسكر وعش حاجات كتيرة جدا جدا بالنسبة للبيشن. الميكس مازيل الافيلبل في الماركت اللي هو 10-14 اللي هو 10 ملي دونابيزيل، هي دي 10 هي سبتة و 14 ملي ميمانتين هيدروكلورايد، والكومبينيشن التاني اللي هو 10-28
دونابيزيل هيدروكلورايد ال10 وال228، فطبعا متيري بالاصغر. بعد كده لو في بروجريشن ممكن نزود عشان احسن الامور. ما ننساش ابدا ان مع الفارماكولوجيكال تريتمنت اللي موجود لازم في سايكولوجيكال تريتمنت. سايكولوجيكال تريتمنت جزء منه كبير اللي هو الايموشن اورينتد تريتمنت والكوجنيشن اورينتد تريتمنت، ان احنا نساعد البيشنتس. بيفرق كتير قوي لو البيشنت في البيت ومع الكير جيفر ويطبعوا على الورقه الحمام، المطبخ، السفره، حجره النوم، البيشنت هيقراها، التوهان بتاعه والاورينتيشن بتاعه هيبقى افضل شويه. المهم جدا برضو في الكوجنيشن ان احنا نحاول ان احنا يبقى في حاجات ستيميوليتنج للبيشنت، يتفرج على التلفزيون ويسمع الراديو. في ناس كتير يجي يقول انا حاولت اعمل كده بس العين بيزهق. العين بيزهق عشان انت اللي بتتفرج على التلفزيون مش المريض. لما انت تتفرج على التلفزيون يبقى انت بتتفرج على التلفزيون عشان نفسك. المسلسل اللي شغال النهارده لما المريض يتفرج عليه هو مش فاكر اللي حصل امبارح ولا عارف مين الممثلين، فبالنسبه له زهق. بس لما يتفرج على فيلم قديم او مسلسل قديم ساعتها هيبقى شغال بالاولد ميموري. فعشان كده كل ما قدرنا من البيشنتس نعمل لهم ستيميوليشن، عايزين نعمل حاجه، نولع الراديو على ام كلثوم عبد الحليم اللي هو الحاجه اللي فاكرها، نولع التلفزيون على الافلام الاسود والابيض، هتلاقي البيشنت يقول لك ده اسماعيل ياسين، ده دي زينات صدقي، هو اللي هيقول. ليه؟ لان الاولد ميموري ستيل انتاكت. من الحاجات التانية اللي موجودة البيهيفير اورينتد تريتمنت ده ممكن برضو ان احنا بنساعد ان احنا نعمل بيهيفيرال ستيميوليشن بالنسبة للبيشنت بالحركة بتاعته بحاجات بتحصل حواليه. الكير جيفر بعيد مرة تانية مهم جدا 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 يبقى في رعاية ليه. والرعاية للكير جيفر اللي بتقدم لازم تكون واحد سايكولوجيكال. الكير جيفر لازم اي كير جيفر يتقال له لازم يخرج من البيت كل يوم من 3 ساعات ل6 ساعات. اي حد فيكم بيقعد مع بيبي لمدة اليوم كله رضاعة وبامبرز وأكل والحاجات دي كلها، بعد شوية عايز يخبط البيبي في الحيطة. ما بالك لو راجل أو ست وزنهم 80-90 كيلو، أكل، شرب، نوم، حموم، تغيير، very very difficult. يبتدي الكير جيفر بعد شوية، هو كل الريسيرش بيقول إن 60% من الكير جيفرز بيجي لهم ديبريشن وأنكزايتي أكتر من نورمال بوبوليشن. في حاجة سؤال أو حاجة؟ من نورمال بوبوليشن 60% بيجي لهم اكتر انكزايتي وديبرشن. فالفكره كلها ان احنا نحاول على قدر الامكان ان احنا نساعد الكير جيفر ان احنا نديله النصائح المظبوطه. جليس مريض الزهايمر، جليس مسن، الوظيفه بتاعتهم مش ان هم ييجوا ياخدوا حق الكير جيفر، لا، الكير جيفر لازم ان هو يقدم الخدمه للبيشنت، انما لازم الكير جيفر هي او هو ياخدوا اجازه. لان هما بيبص عليه يقول لك انا ازاي اسيب والدي او والدتي او جدي او جدتي وانزل. ما انت لو ما نزلتش انت هتتعب. يبتدي الكير جيفر يفكر في حاجات غريبه، يعني ايه البهدله دي، مش كان زمانه ارتاح، بعدين ازاي انا افكر كده، وبعدين يبتدي اجريسيف، ما تاكل بقى، انا قلت لك كل، يبتدي يزعل من نفسه انه بيزعق. الحاجات دي كلها لما بتحصل بتخلي الريليشن شيب تبقى فيها مشاكل. فعشان كده خروج الكير جيفر از اسينشال. education احنا عندنا في جامعه الزهايمر مصر قبل الكورونا احنا كنا متفقين مع كليه التمريض في جامعه عين شمس ان كل 3 اشهر كان بيدوا كورس يعلموا الكير جيفر يعملوا الحاجات اللي احنا كدكاتره للاسف بنقولها من غير ما نفكر فيها. بقى يتاكد العيان بياكل كويس ويشرب سوائل بكفايه، وطبعا النظافه الشخصيه والحاجات دي، وياخد الادويه حاجه مهمه. حد فيكم عمره ما فكر ازاي يسند واحد وزنه 75 كيلو في الدش ويحميه، او يغير الجلابيه او قميص النوم والمريض نايم في السرير، او تغير الملايه من تحت المريض من غير ما توقع المريض من على السرير، او تاكله وتشربه من غير ما يشرق ويكح؟ It is not that easy. فاحنا بنقول اعمل، بس لما يجي يعمل فعلا ده كان محتاج تدريب. سوشيال سبورت في بعض المجاميع معموله ان الناس بيعملوا سبورت لبعضهم كير جيفرز، وحاجات لازم تتعمل حاجات دستوريه، وفي اوريدي في الدستور الماده 82 بتقول ان كبار السن عامه مش حاجه سبيسيفيك للديمنشا لازم في خدمات خاصه ليهم تقدم عشان الفتره اللي هم بيكونوا تعبانين فيها مش قادرين يتحركوا. الزهايمر ديزيز انترناشونال السنه دي طلعت 12 موديفايبل ريسك فاكتور فور ديمنشا، وقالوا ان الحاجات دي حاجات موديفايبل، يعني لو قدرنا في حياتنا كلها، يعني اللي كان بيسال هل بيبتدي الديبوزيشن من سن 40، لو قدرنا من سن ال40 نبتدي نعمل الحاجات دي، ده بيساعد ان هو يقلل شويه.
physical inactivity دي من الحاجات الوحشه جدا جدا. ف we have to try to be physically active. وphysically active مش محتاج ان حد فيكم يروح يلعب في الاولمبياد. physically active معناها نتمشى، تتمشى نص ساعه فقط لا غير. smoking، smoking من احد الحاجات اللي لازم انها تتوقف. excessive alcohol consumption، الاير بوليوشن. الاير بوليوشن طلع ان ليه بعض المشاكل كتيره جدا، وكان مع الدكتوره نهى صبري مشيت، بس كان في حد بيعمل دراسه ظريفه جدا كلمني وكلم الدكتوره نهى، دكتوره استاذه عماره هندسه في انجلترا في نيوكاسل، عايزه تدرس الانفايرمنت والافكت بتاعه على الاجيتيشن بتاع البيشنت. يعني البيشنت اللي عنده ديمنشيا قاعد في البيت، تفرق درجه الحراره 20 25 ولا 30، جعان ولا شارب، الدوشه اللي بره شكلها ايه، الفاكتورز اللي موجوده في الكونستراكشن نفسه بتاع المكان اللي هم فيه بيزود الاجيتيشن ولا لا. الهيد انجري، ريبيتد هيد انجري بيعمل ديمنشيا وممكن يساعد في الديمنشيا، وشفنا كل ده في الملاكمين واشهرهم محمد علي كلاي، ازاي ان ممكن كل البيشنتس او كل الناس اللي بيلعبوا رياضه الملاكمه ممكن بعد شويه يحصل لهم المشاكل دي. infrequent social contact، يعني زي ما بيقولوا الجنه من غير ناس ما تنداس. it is true ان حد يبقى عايز يقعد في عزله على طول من غير الناس، ليهم حق في بعض الاحيان طبعا، بس اتليست نقي الناس اللي تقعد معاهم، اللي تقعد مع اصدقاء اللي كنت معاهم بتحس انك مبسوط مفرفش تضحك، اللي يجي ينكد عليك روحه، ده ما فيهاش اي مشكله خالص. انما الفكره كلها social interaction is important. less education، يعني كل ما حد كان فيه education اعلى، قراية اكتر، استخدام للمخ اكتر، ده بيقلل الاحتمال. ففي بعض الناس كان بتيجي تقول اللي متعلم احسن او اللي عنده higher level او الدكاترة والمحامين والصحفيين الناس اللي بيشتغلوا بمخهم it delays Alzheimer. it does not delay Alzheimer، بس بيكون عمل reserve في البرين capacity انه عبال ما يظهر الالزهايمر بيظهر at later dates. احنا عندنا واحد زي نجيب محفوظ توفى في سن 95، مخه كان alert، هو ما كانش بيسمع بس مخه وستيل alert، لما بيسمع ويعرف يرد بيرد. obesity، hypertension، diabetes دي من الحاجات المهمة جدا، and it has been proved ان untreated او improperly treated depression is a cause for Alzheimer. لان الhypothalamic pituitary adrenal axis بيحصل فيه مشاكل يخلي الكورتيزول ليفل يبقى اعلى، واحد فيهم فيزيكلي خاصه في السيدات بيزود نسبه الاوستيوبوروزيس ويخليهم لما يقعوا في كبر السن يتكسروا اكتر من ما كانش عندها ديبريشن. والحاجه الثانيه الكورتيزول بيأثر على الاميجداله، بيأثر على الهيبوكامبس ويخلي ان يبتدي يأثر على الميموري. فكل الريسكس ال 12 دول والهيرنج امبيرمنت. الهيرنج امبيرمنت احد المشاكل اللي في بعض الناس بتحطها ديفرنشال دايجنوزز في الديمنشيا. ليه بيحطوها ديفرنشال دايجنوز؟ يقول لك الشخص ده شكله عنده ديمنشيا، بص له قاعدين في مكان وحد واحد راجل او واحده ست قاعدين، الناس كلهم بيتكلموا هم، وبعدين يقول لك الراجل ده تعبان ولا هو، المشكله انه مش سامع فمش عارف يشترك اصلا. ركب له سماعه في ودنه تختلف الدنيا خالص. فالامبيرمنتس اللي بتبقى موجوده فيجوال امبيرمنت، عشان كده بيقول لك لو حد عنده 90 سنه وربنا كاتب له انه هيموت الاسبوع الجاي وعنده كاتراكت، اعمل له العمليه النهارده ان شاء الله يشوف يوم واحد كويس. فما نستهنش بالجمله بتاعه ده كبر او دي كبرت. اي سايت، هيرنج، بين، بيشنتس اللي عندهم ديمنشيا البين از ون اوف ذا مين كوزز اوف ديليريوم، ون اوف ذا مين كوزز اوف اجيتيشن. ليه؟ لان ذي كانوت اكسبرس ذيم سيلفز ان انا موجوع، فيفضل يشاور على رجله يقول جعان، هو مش لاقي الكلمه. ف always look for pain، والبين طبعا مع الاولد ايج والحاجات دي بيكون موجود كتير جدا. اعيد الكونكلوجن اللي قلتها قبل كده عشان this is important. dementia is on the rise. patients are going to increase. there is one new case of dementia every 3 seconds. early detection, early diagnosis and early intervention is important in order to delay progression. patient and caregiver are essential. المديكيشن ميكس مازيل اللي هو كومبينيشن اوف دونيبيزيل وميمانتين از ا ويلكم اديشن تو ذا مانجمنت اوف الزهايمر ديمنشن، لانه بيسهل حاجات كتير جدا. وعايزين نفتكر ان الهدف بتاعنا الكواليتي اوف لايف اوف ذا بيشنت والكواليتي اوف لايف اوف ذا كير جيفر. سو ذير از نو تايم تو لوز، وي هاف تو اكت ناو. اند ثانك يو فيري ماتش.